عنتر واحرزه الهدف هيفرق معاه برضو. طبعا هو عنتر لعيب يعني باين انه لعيب كبير، بس انا جبته على طول وهو كان مصاب، بعدين لعب 10 دقايق قبل ما يجي، بس انا لعبته على طول. وده ده جيد جدا في الماتشين اللي فاتوا. النهارده كان كنت اطلعه قبل الهدف على طول لان حسيت انه ارهق شويه، بس هو عنتر وهو معاه الكوره بيعمل فرق، فربنا كرمه بالهدف وطلعناه، وهو اتخبط فيها طلعناه الحمد لله، ربنا كرمنا يعني.